والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الاستوديو الخبير في الشأن الإسرائيلي أستاذ شكيب شنان. أهلا بك أستاذ شكيب. أستاذ شكيب بداية، كيف تقيم الوضع الحالي في إسرائيل في ظل الاستمرار للدعوات والانتقادات من قبل المعارضين لخطة الإصلاح في إسرائيل؟ خلينا بس نعطي المشاهد يفهم انه في فرق بين المعارضه البرلمانيه لا والمعارضين للخطه لبين المعارضه للخطه للتغييرات المقترحه في موضوع القضاء الاسرائيلي. المعارضه الاسرائيليه عاجزه عن الوقوف امام الائتلاف ولن تستطيع ايقاف هذه الخطه. هذه الخطه تتوقف فقط عند إرادة الشعب. يعني إحنا إلا 5 أو 6 أسابيع بنشوف إنه كل نهاية أسبوع 100,000 و130,000، وبيوم الاثنين الماضي كان يعني إشي غريب، مظاهرة كبيرة جدا، متوقع مظاهرة ثانية كبيرة جدا غدا. البينج بونج بين رئيس الحكومة والمستشارة القضائية، البينج بونج بين رئيس لجنة الدستور والقانون وبين رئيس الدولة ورئيس المعارضة، كليتها تافهة أمام الواقع الذي نشهده على الساحة الجماهيرية ووجود الناس في الشوارع معارضة لهذه الخطة. وهذا الأمر جعل نتنياهو كيف بسموه بزواب خانة اليك، يعني عليه شاء أم أبى أن يصغي لإرادة الجمهور، وعليه شاء أن أبى أن يفهم أن ذلك لن يمر، وأن الليكود حزبه وأحزاب الائتلاف ستدفع ثمن ذلك في الانتخابات القادمة. ونحن نعلم أن نتنياهو يتخوف فقط من استطلاعات الرأي العام، يعني قبل ما يوكل بحب يوكل وموجود حده على الطاولة استطلاع للرأي العام عشان يزيد نهمه يوكل من الصحن اللي عم بوكل فيه. إذا ما المتوقع غدا، خاصة وأنه غدا ستتوقع العديد من المظاهرات أمام الكنيسة؟ ستمر القراءة الأولى لأنه نتنياهو عاجز، نتنياهو في وضع مأساوي. يعني الأحزاب المتدينة المتزمتة شاس ويهدوت التراء يريدون مساعدته في تمرير هذه القوانين من أجل الحصول على قوانين ثانية تساعدهم في تغيير الوضع الحقيقي في الدولة. يوجد في إسرائيل نسبة من اليهود المتدينين المتزمتين الذين يحاولون فرض سيطرتهم على الإرادة الدينية، على نهج الحياة في المجتمع. والمجتمع الإسرائيلي بغالبيته مجتمع علماني لا يريد ذلك. ولكن فيما يتعلق أستاذ شكيب، يعني هل يمكن القول أن هذه الحكومة في نهاية المطاف على الرغم من صوت الشارع والاستطلاعات التي تحدثت عنه ستمرر هذه الخطة بالكامل بكامل البنود المطروحة؟ حسب رأيي لا. يعني الحكومة، الائتلاف الحكومي لديه القدرة والقوة البرلمانية الكافية من أجل أن يفعل ذلك. إلا أن نتنياهو لن يسمح بذلك، لأنه نتنياهو يعلم أن هذا الأمر يتنافى مع إرادة الشعب، وهو مصغي جيدا لإرادة الشعب. سيكون هناك بعض التغييرات الطفيفة إرضاء، وكأنه يعني هو قبل إرادة رئيس الدولة وقبل إرادة المثقفين ومعلمي الجامعات في كليات الحقوق وغيرها، الذين يرون في هذا التغيير خطر على الديمقراطية، والأمر تعدى ما وراء الحدود. يعني حديث السفير الأمريكي، حديث الرئيس الأمريكي، كل هذه الأمور. وحتى اليوم قبل قليل كان هناك تصريحات للسفير الأمريكي، وحتى أنه أعضاء الائتلاف هاجموا السفير الأمريكي. يعني برأيك هل هذه الحكومة تأخذ بالحسبان هذا القلق الأمريكي؟ بدون أدنى شك نتنياهو يدرك جيدا
انه نتنياهو مش سموتريتش ونتنياهو مش بن كبير. نتنياهو هاي الحكومه السابعه، يعني هو انسان اللي مارس كان كل الوقت رئيس حكومي وكل الوقت عاش على ستاتوس كوو الموجود، الوضع الراهن. تغيير الوضع الراهن بشكل يغير نمط الحياه، هو يدرك ان ذلك لديه ابعاد لا يستطيع ان يحتملها في المستقبل، ويدرك انه في حال تغيير حكومه سيتم تغيير هذه القوانين. وصلت الفكرة. الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ شكيب شنان، شكرا جزيلا. بابا مساء.